رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات رعى حفل جائزة التميز الحكومات الإلكترونية الذي أقيم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمدعوين. وبمناسبة هذا الحفل أدلى سموه بالتصريح التالي: تسرني رعاية هذا الحفل السنوي مرحبا بالضيوف الكرام والمشاركين فيه، مؤكدا أهمية واستمرار هذه المناسبة التي بدأت منذ عام 2008 كترجمة لتوجه حكومة مملكة البحرين لنشر ثقافة المعرفة وإرساء أسس التميز الإلكتروني ونشره بين فئات المجتمع ومؤسساته، كما وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على كافة المبادرات الوطنية المختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال الحيوي والهام، والتي استطاعت خلال فترة قصيرة استقطاب المختصين والتحفيز على الابتكار والإبداع والتنافس. لقد عزز إطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في عام 2008 التوجه الحكومي لتقديم أفضل المشاريع الرقمية بهدف تطويرها لتحقيق الاستفادة المثلى من قبل كافة الأفراد والقطاعات، فضلا عن إسهامها في تقديم وتطوير الحلول التقنية المبتكرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية وبرامجها المنوعة. لقد اكتسبت الجائزة لهذا العام أفقا جديدا بشمولها لسبع فئات، من ضمنها استحداث فئات جديدة بالقطاع الحكومي، وذلك بما يعكس سعيها المستمر نحو تعزيز ورفع كفاءة الخدمات التكاملية بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها دون التقليل من جودتها، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي لخفض النفقات، وبما يعود بالنفع المباشر على المواطنين والعوائد الاستثمارية المرجوة من استخدامها، وفي إطار السعي المتواصل لخلق مجتمع المعرفة القائم على المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع ومواكبة المستجدات في مجال تقنية المعلومات ودورها في عمليات الإنتاج والتنمية، فإنه لا يسرنا اليوم تكريم الفائزين بجائزة التميز في الحكومة الإلكترونية 2017 التي أصبحت مؤشرا لقياس جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وأداة لرفع مستوى المشاركين فيها لمستوياتنا أفضل، وحيث يتم تكريم الأعمال المتميزة والمشاريع التي شاركت في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في نسختها التاسعة. نتطلع جميعا لاستمرارية المشاركة الإيجابية في النسخ القادمة من الجائزة التي باتت تشكل أساسا يرسم مستقبلا مشرقا قائما على عوامل التميز كمبدأ ووسيلة لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التقنية الهادفة لرفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص. وإذ نتقدم بالتهنئة للفائزين لما قدموه من أعمال نوعية استحقت وبجدارة الفوز، يسرني الإشادة بما بذلوه من جهد لتحقيق هذا التميز الذي أوصلهم إلى منصة التكريم، داعيا إياهم إلى مواصلة الجهود للمزيد من التميز والإبداع، كما وأشكر جميع المشاركين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لهذا العام والمنظمين لها وجميع من ساهم في إنجاح هذه المناسبة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لتحقيق مستقبل أفضل في ظل فضاء إلكتروني واسع وغير محدود. Thank you.
لا يمكن الظفر بجائزة ما إلا إذا أتت الأفكار الإبداعية بقالب يناسب وزنها وحجمها وبمقدار موائم لطبيعة تلك الأهداف التي أنشئت خصيصا لإمضائها. جائزة التميز للحكومة الإلكترونية انطلقت منذ العام 2008، هذه النسخة التاسعة لها، بدعم ورعاية من سمو الشيخ محمد مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. أهداف هذه الجائزة منذ تأسيسها كان تكون أداة لدعم برنامج الحكومة الإلكترونية والمساعدة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في برنامج الحكومة الإلكترونية من خلال دعم الابتكار التنافسية الموجودة بين الجهات الحكومية، مفهوم التميز وأن يكون موجود في كل الخدمات المقدمة للجمهور بحيث تسهل خدمات للناس، تقلل من الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، أن تكون الخدمة متوفرة بشكل إلكتروني طوال الوقت. جائزة التميز للحكومة الإلكترونية وعبر نسخها كافة استطاعت أن تكون علامة بارزة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، جائزة يسارع نحو النيل بها وحيازتها كل من أعطى وقدم خدمة إلكترونية تخرج عن نطاق المألوف ومحاكية لأجواء التطورات المتسارعة التي يفرضها مناخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التميز شؤون الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون بلديات التخطيط العمراني أعتقد أنه يكمن في تفاعلها مع المواطنين والمقيمين بصورة ثنائية، بمعنى أن أي إن كانت هناك أي استفسارات أو شكاوى أو طلبات عن طريق القنوات الإلكترونية سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات يتم الرد على المواطن في نفس الوقت. فكرتنا أن احنا نقدر نقدم خدمة من خلالها يقدر الشخص الصم يتكلمون ويتفاعلون مع الوزارات، مع الجهات الرسمية والجهات المعنية سواء كانت بنوك أو وزارات أو مثلا مراكز طبية، من خلال هذا الترانزليتر اللي يقرا اللانجوج من الشخص الصم ويحولها الى لغه عربيه من خلال هذا السيستم. اول كانت الاشخاص او الافراد تي وتوقف طوابير في الشركة أيام التجديدات خاصة بالنسبة حق السيارات، وفي سواء في المبنى الرئيسي للشركة أو في الأفرع. اليوم هاي طبعا عقب ما طرحنا الخدمة الواحد ما له داعي إنه يجي ويصطف وياخذ رقم وينتظر دوره، كل شيء يصير طبعا عن طريق الخدمة اللي وفرناها عن طريق الابلكيشن مالنا اللي موجود في الموبايلات. يعني هذا الموقع يقدم اللي رخصة تعلم السياق اللي نسميها احنا الكاتشة، وعلم وخليك تحضر يعني محاضرة اونلاين وتقدم عليها امتحان نظري، وبعدها في انك تبحث عن مدرب كله تبي يعني وتقدر تقرا شنو تفاصيل هذا المدرب، شنو راي الناس فيه، عقب انك تحجز موعد وياه في وقت فراغ هذا المدرب اللي يحدد وقت الفراغ، وتدفع هذا الشيء بعد اونلاين عن طريق الانترنت باستخدام بنفيت، وبعد هذا الشيء عقب ما تكمل 22 ساعه تقدر انك تقدم على امتحان تعلم السياقه. معايير ثابته كان قد اعتمدها فريق لجنة التحكيم لوضع اليد على البرامج الإلكترونية الفائزة التي أبدع في تصميمها ثلة من المرشحين ممن ينتمون للقطاعين الحكومي والخاص، وأفراد أتت عقولهم بأفكار مبتكرة تم عن طريقها توظيف التقنية الحديثة بالشكل المناسب الذي يلبي طموحات طالب الخدمة. تقدم التنافسية والإبداع والتميز يعني هاي كانت معايير ثلاثة، يعني هل يعني بيسكلي هل يعني هاي الثلاث معايير مطبقة في كل الابليكيشنز. 11 جائزة اندرجت تحت مسارات ثلاثة احتوتها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية بنسختها التاسعة. استحقوا الجائزة لأنهم فكروا صراعة وابتكروا باجتهادهم باقة عملية متميزة ضمتها مختلف تطبيقات تقنية المعلومات، ممن وضع إطارها ضمن لوحة إلكترونية تجود بخدماتها لكل مستهدف ماض نحو إنجاز معاملاته الحكومية بأقل جهد وأسرع وقت. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.